صباحكم خير وسعادة وفرح. أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة النهاردة من صباح On Time على شاشة قنوات On Time Sports. هنتكلم النهاردة على موضوعات رياضية كتير، بالتأكيد هنتابع ونناقش معاكم أبرز المباريات الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري نايل، وبالتأكيد هيكون لنا حديث عن الدوري الإنجليزي البريمير ليج، وهنتكلم على تفاصيل تانية كتير بخصوص قضايا الكرة المصرية ومنافستهم في البطولة الإفريقية. هكون مع حضراتكم دلوقتي والمدة ساعة ونص في صباح On Time. قبل ما ندخل النهارده في اخبارنا، عايزين ننوه انه اذاعه قناه طبعا تايم سبورتس ان شاء الله هيكون في اذاعه على التردد الارضي لمباراه اياب نهائي الكونفدراليه الافريقيه اللي هيجمع ما بين نادي الزمالك ونهضه بركان يوم الاحد القادم 19 مايو الساعه 8 مساء. انتظروا المباراه عبر شاشه تايم سبورتس على التردد الارضي واستوديو تحليلي خاص باذن الله للقاء، وبنتمنى التوفيق لنادي الزمالك باذن الله والتتويج ببطوله الكونفدراليه الافريقيه للمره الثانيه بعد طبعا ما ده حدث في 2019. مشاهده ممتعه ان شاء الله على قناه تايم سبورتس. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن انجاز مصري منتظر بعد وصول النادي الاهلي ونادي الزمالك للنهائي دوري ابطال افريقيا ونهائي الكونفدراليه الافريقيه. بنتمنى ان شاء الله التوفيق للفرقتين باذن الله البطولتين في القاهره. مرحلة استثنائية تمر بها الكرة المصرية على مستوى الأندية، وذلك بعدما نجح قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في بلوغ نهائيات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على الترتيب. واستهل الزمالك مشواره قبل الأهلي بخوض ذهاب نهائي الكونفدرالية الذي خسره بهدفين مقابل هدف، إلا أن فرص الفارس الأبيض لا تزال حاضرة بقوة لحسم الأمور في لقاء الإياب على استاد القاهرة الأحد المقبل أمام أنظار ملايين الجماهير المصرية لحمل اللقب القاري الثاني في تاريخ القلعة البيضاء. بينما الأهلي لا تزال أمامه ضربة البداية أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال السبت المقبل، وتبدو كتيبة السويسري مارسيل كولر مهيئة للتتويج باللقب الثاني عشر، خصوصا وأنها تعيش أفضل الفترات بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية في دوري نايل. وتستعد الفرق المصرية لزيادة حصيلتها من البطولات الأفريقية ل44 لقبا، وربما 45 حال تتويج أي من القطبين بلقب السوبر الأفريقي. تاريخ كبير للفرق المصرية في البطولات الأفريقية، حمل تتويج 4 فرق ب42 لقبا حتى الآن. فمن ينسى الإسماعيلي أول فريق عربي ومصري نجح في التتويج بدوري الأبطال، والمقاولون العرب والذي يمتلك في خزينته 3 ألقاب من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. فيما يعد الأهلي والزمالك أكثر الفرق المصرية تتويجا بالبطولات الأفريقية، حيث يعد النادي الأهلي البطل التاريخي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ب11 لقبا، آخرهم الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي. كما يمتلك في رصيده 8 ألقاب من كأس السوبر ولقب وحيد من الكونفدرالية نسخة 2014، فضلا عن 4 ألقاب من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ولقب وحيد لبطولة الأفرو أسيوي. ليصبح الأهلي أكثر الفرق المصرية والأفريقية تتويجا بالبطولات القارية ب25 لقبا، بينما يمتلك الزمالك في رصيده 13 لقبا قاريا بواقع 5 لبطولة دوري الأبطال و4 سوبر أفريقي، فضلا عن لقبين أفرو أسيوي ولقب كونفدرالية ومثله لأبطال الكؤوس. في النهاية تاريخ كبير ومشرف للفرق المصرية في المسابقات الأفريقية بمختلف مسمياتها عبر تاريخها. تترقب 3 ألقاب محتملة دوري الأبطال الكونفدرالية والسوبر الأفريقي لتزين بهم تاج تربع الفراعنة على عرش القارة السمراء. بالتوفيق لقطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك في البطولات الإفريقية بإذن الله، تكون مباريات قوية ويشرفونا. والحين هم وصلوا
في مكان جيد قوي ومكانة مميزة وتليق بيهم وتليق باسم كلا الفريقين. إن شاء الله تكون الفرحة فرحتين وتكون هنا على استاد القاهرة ويفرحوا ويتوجوا بالبطولتين ويفرحوا طبعا جماهيرهم اللي بيجوا بيشجعوا بدون أي مقابل عشان فقط يكونوا بيأزروا فريقهم ويكونوا وراهم وخلفهم. شفنا قد إيه طبعا بعد طرح تذاكر النادي الزمالك في ضغط كبير جدا، ويعني بنقول شبه تقريبا التذاكر انتهت ونفدت من على موقع تذكرتي. بنتمنى كل التوفيق لكلا الفريقين، عايزين نشوف ده برضو مع النادي الأهلي إن شاء الله في مباراة العودة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا. كل التوفيق لقطبي الكرة المصرية. نروح مع حضراتكم دلوقتي لدوري نايل. امبارح انطلقت منافسات الجولة ال 23 من البطولة بإقامة مباراتين. نتائج مباريات الأمس في دوري نايل كانت كالتالي: الاتحاد السكندري وسموحة، فاز فريق سموحة بنتيجة هدفين مقابل شيء في ديربي سكندري قوي جدا. أما عن نتيجة مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي فالتعادل كان إيجابي لكلا الفريقين بنتيجة هدف لكل فريق. المواجهة الأولى نبتديها مع حضراتكم بالاتحاد السكندري واللي كان على موعد مع مواجهة فريق سموحة في ديربي الإسكندرية، انتهت بفوز نادي سموحة بهدفين دون رد، سجلهم نجم الفريق حسام حسن في الدقيقة 34 من عمر المباراة، وبعدها محمد سعيد في نهاية المباراة في الدقيقة 86 في المباراة. طبعا يعني كان السموحة مسيطر سيطرة كاملة على المباراة، ولكن قدر ان هو يحرز الهدف الثاني محمد سعيد. والمدرب طبعا الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحة نجح في ان هو يحقق مكسب كبير، رفع بيه رصيده للنقطة ال 34 في المركز الخامس من 22 مباراة عشان يعوض خسارته امام فريق زد في الجولة الاخيرة. في المقابل على الصعيد الآخر بيتوقف رصيد نادي الاتحاد السكندري عند النقطة 35 في المركز الرابع من 23 مباراة. علشان نعيش مع حضراتكم تفاصيل أكتر ونشوف طبعا يعني الصدى بتاعة فوز فريق سموحة داخل نادي سموحة، هيكون معنا دلوقتي رئيس نادي سموحة هو الباشمهندس فرج عامر. بنرحب بحضرتك يا باشمهندس، صباح الفل عليك. صباح الفل على حضرتك وبشكرك جدا على كلامك الجميل ده، وطبعا شيء جميل وشيء اسعدنا ان احنا طبعا فزنا على شقيقنا نادي الاتحاد السكندري بنتيجه 2-0، وكانت المباراه يعني مباراه حماسيه بشكل كبير جدا وكانت خططيه بشكل كبير جدا. الاتحاد فرقه ممتازه وعندهم اداره فنيه على مستوى عالي واداره كمان ممتازه، لكن طبعا الرياضه في الملعب احنا قدرنا نلعب يعني بخطه الكابتن احمد سامي كان حاطط خطه، وعندنا لاعبين صغيرين كل مادة ما بيتحسن ادائهم وبيتجلسوا اكتر، ولعبوا مباراه ممتازه وحسام حسن يعني احرز الهدف الاول بطريقه فنيه جميله جدا، والحمد لله برضو ان احنا استغلينا اندفاع الاتحاد السكندري في الشوط الثاني ومن خلال هجمه مرتده قدرنا ان احنا نحرز الهدف الثاني. صحيح. طبعا انا بشكر كل يعني طبعا اللاعبين، بشكر الجهاز الفني، وبقول مبروك لكل اعضاء سموحه، وبقول هارد لك للاتحاد السكندري. باشمهندس فرج، عايزه اروح مع حضرتك للتفاصيل اللي بيمر بيها فريق سموحه، يعني يمكن نكون شفنا انه فريق سموحه ماشي بخطة ثابتة بعد كده تعرض لبعض زي ما حضرتك يعني شفت وتابعت معانا هزة بسيطة، وكان ليا لقاء معاك عبر الهاتف أيضا وقلت لي أنا مش راضي عن أداء الفريق وأنه لازم يكون في وقفة. عايز أعرف من حضرتك الوقفة كانت عبارة عن إيه علشان نشوف فريق سموحة بيرجع مرة تانية بيمشي على خطة ثابتة ويبتدي يستعيد نغمة الانتصارات؟ والله أنا اتكلمت طبعا مع اللاعبين في حضور الكابتن أحمد سامي، وقلت لهم طبعا الاداء اللي انتم بتأدوه ده مش اداء يعني مش اداء حماسي، واداء لا يليق بيكم ولا يليق بنادي سموحه ولا يليق بينا، فاذا انتم استمرتوا على هذا الاداء انتم كده بتضيعوا مستقبلكم، مش هيكون لكم اي مستقبل. فانتم يعني انتم النهارده في مكان كويس وفرقه دايما تحت الاضواء، واحنا دايما بننافس ودايما بندخل المربع الذهبي وبنكون فرقه منافسه وفرقه قويه، لكن الوضع اللي انتم عملتوه هينتظركم مصير مش كويس، لان النادي هيستغنى عنكم وتروحوا تلعبوا بقى درجه ثانيه ودرجه ثالثه. صحيح. مستقبلكم يضيع، فاحنا مش هنسكت ومش هنرضى هذا الكلام. طبعا. هنطبق عليكم نظام الثواب والعقاب. اكيد. لو انتوا هتشتغلوا بقى شغل موظفين احنا هنتعامل معاكم بنفس الطريقه. انما انتوا مش هتاخدوا
مرتباتكم وفلوسكم واحنا بنبذل قصارى جهودنا وتأدوا الاداء ده. ده كان قبل الماتش اللي هم كسبوا بعد كده ثلاث مباريات ورا بعض. صحيح، لان حضرتك كان يعني كنت شايف من وجهة نظرك انه كابتن احمد سامي غير مقصر بالمره مع اللعيبه. لا لا، هو احمد سامي راجل نشيط ومخلص وراجل امين في عمله وبيبذل قصارى جهده، ده حقيقه. لكن انا كنت شايف ان في تقصير كبير جدا من جانب اللعيبه. وزائد برضو ان بعض اللاعبين بقى عندهم انتبهتهم حاله غرور، واخد ده بالك، وافتكروا بقى ان هم يعني نجوم، فطبعا الكلام ده ما ينفعش، كل واحد يقوم بعمله. طبعا طبعا، فده اللي عمل اللي كان. وانا برضو قبل الماتش بتاع امبارح، طبعا هو زد شاب، زد يعني مش عايز اتكلم عن المباراه يعني، لكن امبارح برضو قبل المباراه انا اتكلمت مع الكابتن احمد سامي ووصلت رساله للاعبين، قلت لهم النهارده دي مباراه فاصله، تو بي اور نوت تو بي، تبقى او لا تبقى. صحيح. بس كل الفرق نفسها مفتوحه يا باشمهندس، على كل الفرق نفسها مفتوحه على افريقيا، خصوصا في ظل انه لسه يعني رابطة الأندية ما حددتش أو ما نوهتش عن إن الأمور هيتم حسمها إزاي من جانب الاتحاد الإفريقي، هيتم الاختيار على أي أساس. فهل نقدر نقول إن ده مدي دفعة معنوية في حديث حضرتك مع اللعيبة، إن دلوقتي حاليا سموحة في المركز الخامس، هل نقدر نقول إنه فريق سموحة متارجت أو حاطط هدف إن هو يكون متواجد وبيشارك في البطولات الإفريقية الموسم القادم؟ هو إحنا وضعنا الطبيعي بالرغم إن إحنا من أقل الميزانيات الأندية، ان احنا نكون في المربع الذهبي. لكن يعني طبعا في ماتشات بيبقى فيها ظروف. يعني مش عايز اتكلم على ماتش الاسماعيلي وماتش الزد، مش عايز اتكلم. لان طبعا مش عايز اتكلم. لكن احنا هنعمل قصارى جهدنا. احنا قبل كده لعبنا في دوري ابطال افريقيا للابطال، وقبل كده لعبنا الكونفدراليه مرتين. صحيح. وادينا شيء جميل. فانا باخد كل مباراه كمباراه كؤوس. هنعمل قصارى جهدنا، لكن التوفيق بتاع ربنا. هنعمل كل ما نستطيع. يعني احنا في الاساس بنلعب المباريات كانها مباريات كؤوس. هنبذل خساره جهودنا. هل حضرتك بتبذل حاليا نفس المجهود لتحديد الصفقات القادمه في الميركاتو الصيفي القادم؟ لا باذن الله. لا ولا لسه بدري شويه؟ لا لسه بدري شويه. احنا مش هنقدر، مش هنشغل نفسنا بحاجتين، خاصه طبعا كمان لازم اللعيبه يكون عندهم تركيز كبير قوي قوي قوي. لان احنا لو بدانا ندور على لاعبين يعني او نستبدل لاعبين، اللعيبه هيحصل هبوط في المستوى. فاحنا دلوقتي عنا على اللاعبين ومين بيأدي ومين ما بيأديش، وقبل نهايه الموسم احنا هنحدد احنا عايزين ايه وهنمشي بالطريق ده. لكن دلوقتي ان احنا نبتدي نتواصل مع لاعبين ونتكلم مع لاعبين هيأدي طبعا هزة داخل الفريق. المواجهة القادمة إن شاء الله مواجهة مهمة جدا، وأيضا طبعاً هنقول ديربي سكندري بشكل وبوجه آخر. مزبوط. فريق فاركو وضعه سيء زي ما حضرتك عارف في المركز ال 16. الحقيقة إنه يعني نقدر نقول فريق فاركو غير محظوظ الموسم ده تماما. مزبوط. وحاصل هزة كبيرة جدا داخل الفريق وغير موفق والنتائج مش في صالحه. هل فريق سموحة هيستعد زي للمباراة؟ وهل ممكن ينتهز الهزة اللي داخل الفريق فاركو علشان يحصل على الثلاث نقاط، ولا ممكن نشوف انتعاشه ورده فعل قويه وامل لسه بيسيطر على فريق فاركو علشان يقدر ان هو يلحق نفسه في مسابقه الدوري؟ هو مباراه فاركو دي ديربي، برضه فاركو في لاعبين ممتازين جدا وفي اداره فنيه على مستوى كبير واداره على مستوى كبير قوي. وطبعا انت عارفه سياده المباريات، لما بتبقى مثلا مباراة اسكندرية كل مباراة منهم مباراة ديربي، مباراة مهمة جدا. وبعدين فاركو فريق عنده إمكانيات كبيرة، العملية بس تنظيمية ليس أكثر من ذلك. صحيح. وطبعا اللعيبة هيبقى عندهم حماس جامد جدا، وطبعا صحوة فاركو دي أكيد هتكون في المباراة القادمة. فأي تهاون أو أي استهتار أو أي خلل احنا نعمله، او اذا اعتقدنا ان احنا قادرين على ان احنا نكسب فاركو بدون ما نكون في احسن حاله ونبذل اقصى مجهود، ده طبعا هيكون عواقبه سيئه. فاللعب مع فريق فاركو يعني مباراه هامه جدا وحساسه جدا، ومباراه ما حدش يقدر يتنبأ بنتيجتها الا في الملعب.
صحيح. يعني بنتمنى كل التوفيق يا باشمهندس فرج لفريق سموحة. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معانا، وبنتمنى كل التوفيق لفريق سموحة اللي مقدم أداء جيد جدا الموسم ده الحقيقة، وماشي بخطى ثابتة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. تعالوا نروح معاكم من الإسكندرية للإسماعيلية والدراويش، المباراة الثانية اللي شفناها واستمتعنا بيها بالأمس جمعت ما بين فريق طلائع الجيش مع الإسماعيلي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. الهدفين كانوا من أخطاء دفاعية في الشوط الثاني، سجل النادي الإسماعيلي عن طريق نجم البوركيني أريك تراوري في الدقيقة 62 هدف ولا أروع، وبعدها بيتعادل فريق طلائع الجيش بعد 10 دقائق للنيجيري جوردن شيكا في الدقيقة 72 علشان يرفع الدراويش رصيده للنقطة 26 في المركز 12 من 23 مباراة. في المقابل رفع فريق طلائع الجيش رصيده للنقطة 29 في المركز 9 من 21 مباراة. علشان نعيش مع حضراتكم أكتر داخل النادي الإسماعيلي، تعالوا نستقبل عبر الهاتف الكابتن علي بوجريشة رئيس قطاع الكرة داخل النادي الإسماعيلي. بنرحب بحضرتك كابتن علي، صباح الفل عليك. كابتن علي حضرتك سمعنا؟ طيب هنحاول نتواصل مع حضرتك مرة تانية ونستعرض معاكم مباريات اليوم. أيضا عندنا ثلاث مباريات مهمة الساعة 4 عصرا. أول مبارياتنا في مسابقة الدوري المصري الممتاز الداخلي هيكون على موعد مع فريق الجونة. الساعة 7 مساء هيكون عندنا لقاءين، بيراميدز هيواجه سيراميكا كليوباترا وفاركو هيواجه بلدية المحلة. المواجهة الأولى النهاردة الداخلية مع الجونة، أول مباراة للمدرب الجديد لنادي الداخلية الكابتن نعيد مرزي. بعد مرحلة الكابتن أحمد كشري ودع الفريق مع 11 نقطة من 21 مباراة في المركز الأخير. آخر مباراة خسر من النادي الإسماعيلي بهدف دون رد نادي الجونة مع 28 نقطة في المركز العاشر من 21 مباراة مع مدربه الكابتن علاء عبد العال. المباراة الثانية فريق فاركو هيواجه بلدية المحلة، مواجهة بست نقاط نظرا طبعا يعني وضعية الفريقين. فاركو معاه 16 نقطة زي ما كنا بنقول من 20 مباراة في المركز 16، في المقابل بلدية المحل معاه 19 نقطة من 21 مباراة في المركز 15. آخر مباراة خسر بلدية المحلة أمام النادي الأهلي 2-1 في مباراة تفوق فيها في النتيجة لغاية الوقت بدل الضائع. نرجع مع حضراتكم مرة تانية لفريق الدراويش، وهيكون معانا مرة تانية الكابتن علي أبو جريشة علشان نرحب بيه ونتكلم معاه عن تفاصيل أكتر داخل الفريق. بنرحب بحضرتك يا كابتن، صباح الفل عليك. صباح النور يا فرح، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، منورنا ودايما بنسعد بوجودك معانا. الحقيقة صوتك بيطمنا، يعني بيخلينا نشعر انه خلاص الامور الحمد لله ابتدت تستقر. دايما لما بيكون ليا حديث مع حضرتك بشعر بال يعني لسه في احسن ولسه في افضل، وعارفه ان لسه في افضل النادي الاسماعيلي، بس الحمد لله النادي الاسماعيلي يعني بقى في بر الامان لحد هذه اللحظه. والله الحمد لله، طبعا احسن الفتره الاخيره افضل، نتائج الحمد لله احسن، الناس يعني صبرت كتير، يعني جمهور اسماعيلي صبرت كتير شويه، ولكن لسه احنا لسه قدامنا برضه ماتشات. احنا فاضل حوالي 12 مباراه تقريبا، يعني فالدوري لسه طويل، بس ان شاء الله طبعا كل اللي حصل الفتره الاخيره كويس جدا. وبقول طبعا معانا جهاز كابتن ايهاب جلال وجهازه وكابتن عماد والمجلس الاداره وكل الناس، الحقيقه الفتره الاخيره كانت على قلب راجل واحد، وجمهور طبعا قبل كل دول الجمهور اسماعيلي فعانا كتير، ولكن ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى احسن. لما اما الناس بتصبر وكده الدنيا بتتحسن، انما سرعه اتخاذ القرارات والانفعالات ومع النتائج لكن الاداء كان افضل، يعني كان في سوء بخت برضه، لكن الحمد لله انا شايف الفرقه ماشيه كويس رغم غيابات بعض اللعيبه، رغم لكن في وجوه جديده بدات تشتغل وبدات تحط يعني تثبت نفسها في الفرقه. صحيح. ودي ميزه الكابتن ايهاب جلال بصراحة، انه بيدي فرصة للولاد، اي حد بيشد حيله وبكده من ذلك كل الولاد الصغيرين كله عنده امل انه يلعب ويأدي، وفي احلك الظروف بندفع ببعض اللعيبة الصغيرين، فدي حاجة جميلة وتحسب للجهاز الفني، مش عايزة كلام. الحقيقة سعيدة جدا بالنغمة اللي حضرتك بتقولها، فكرة انه يكون الاعتماد بمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح على قطاع
ناشئي نادي الإسماعيلي وبكل فخر واعتزاز، وحضرتك بتقول إنه ما بتتكلمش عن اللعيبة اللي عندها خبرات، ما بتتكلمش عن اللعيبة الأسماء، بتتكلم عن اللعيبة اللي مستنية تاخد فرصتها، وده شرف كبير جدا بيناله أي لاعب داخل قطاع نادي الإسماعيلي اللي طلع نجوم كبار جدا لحد ما بيصنعوا اسمهم من خلال بوابة النادي الإسماعيلي. عايز أعرف المنهج ده كان يعني تم الاتفاق عليه من قبل ما الكابتن إيهاب جلال يتولى قيادة النادي الإسماعيلي، هل ده كان التارجت؟ هل ده كان الهدف من البداية؟ والله هو طبعا تزامن مع إيهاب، لأن إيهاب داخل النادي الحقيقة أي حد مكانه ما كانش هيقبل يخش في الظروف الصعبة صحيح. اللي كانت في بداية الموسم، لكنه جاذب وحب يغامر، وهو واثق انه عنده يقدر يديه للمجموعه الصغيره ويقدر يعتمد على الشباب الصغير. وهنا طبعا بتيجي قيمه المدرب، يعني قيمه المدرب انه مش ياخد فرقه، مع احترامي طبعا لكل المدربين اللي بتولوا فرق يعني مكتظه بالنجوم وكده ويجي ويكسب ويعمل، واكن يعني بالعكس التحدي ده عمله ايهاب ونجح لحد بعيد فيه، لانه طبعا الظروف كانت صعبه طبعا، يعني الرغبه تلاقت مع ظروف النادي، يعني رغبه الجهاز الفني وإيهاب جلال واللجنه يعني اتقابلت مع ظروف النادي. مفيش مشكله ان احنا الباب مقفول، مفيش مشكله ان احنا ما عندناش فلوس، مفيش، لكن طبعا الظروف الصعبه بتخلق طبعا، الظروف الصعبه بيتولد منها حاجات جميله صحيح، زي الناس اللي لعبت، ومش عايز اقول اسماء لان هم يعني كتر صحيح. عندنا اولاد صغيرين واعدين، ومع الوقت كل واحد بياخد فرصته صحيح، فدي حاجه جميله وكانت مجازفه كبيره في البدايه من ايهاب. والحقيقه انا شايف انه نجح في المهمه الى حد بعيد، ان شاء الله برضو مع نهايه الموسم هيبقى الاسماعيلي في وضع باذن الله افضل بإذن الله. لو رحت مع حضرتك أيضا للجانب الخاص للعيبة اللي عندها خبرات، في بعض الكواليس كده ما بنبقاش عارفين تفاصيلها لحد ما، شفنا خروج بعض اللعيبة من المشهد وابتدت مرة تانية تاخد مكانها، باسم مرسي كان من اللعيبة دي، برضو الأمور اللي بتحصل داخل الأوض المغلقة والتفاصيل الخاصة باللعيبة مهم جدا جدا إنها تمشي بعد كده على المسار الصحيح، ولكن الجمهور بيبقى عايز يشوف اللعيبة برضو الهدافة اللعيبه اللي معتادين عليها ان عندها خبرات. عايزين نعرف من حضرتك كواليس بشكل عام اللعيبه اللي عندها خبرات، هل هنبتدي ان احنا برضو نشوفهم مره تانية بياخدوا مكانهم الطبيعي والاساسي، ولا محتاج جهد شويه من اللعيبه علشان يثبتوا لده الكابتن ايهاب جلال؟ لا هو طبعا مفيش فرقه ما فيهاش خبرات، يعني صحيح. لا غنى عن الخبرات، خبرات مطلوبه وبشرط انها تكون جاهزه وقادره على العطاء وقادره تنسجم مع الصغار، يعني مهم جدا الكبار هنا ان بينقلوا خبراتهم او بيبقوا فالمجموعه دي لما يعني في يحصل توافق، بالعكس الخبرات مهمه جدا في ظروف صعبه، يعني ما حدش يقدر يستغنى ابدا عن الخبرات، لان الخبرات ليها ثقل وهي اللي بتثبت اداء الناشئين واللعيبه والوجوه الجديده، فلا مفيش حد يقدر يستغنى. لما انتظم باسم وادى ولعب وروحه كانت كويسه، وعلى فكره هو من افضل الناس اللي عندها روح صراحه، يعني استحمل فتره معينه كانت صعبه، لكن كان الغرض منه يستعيد يعني لياقته البدنيه بشكل كويس، ولما وصل لده كابتن ايهاب ما بالعكس استفاد بيه ولعبه وبيأدي، وهو بيأدي بروح كويس على فكره. وانا لما بطلب الخبره بطلب كمان الروح العاليه اللي بيأدي بيها، لان الصغار او الناشئين لما بيلاقوا اللعيبه الكبار انها بتأدي وبتلعب وبتعمل جهد، اعتقد ان ده بيتنقل ليها قوي انها تقدر تأدي بنفس الحماس، يعني فالاثنين يعملوا فرقه كويسه، لكن ناشئين على طول الخط لا صعبه، خبرات على طول الخط برضه صعبه بالتاكيد. الصنايع بقى الشاطر اللي هو بيقدر يعمل المزج ده بقى، وطلبات الكابتن ايهاب جلال في نفس التوقيت يا كابتن علي، معروف ان الكابتن ايهاب جلال بيكون ليه عناصر بيحب ان هو يشتغل معاها، وبيكون ليه بعض اللعيبه اللي معتاد ان هو يدربهم في اكتر من فريق دربه خلال الفترات اللي فاتت، هل الكابتن ايهاب جلال ابتدى يتكلم من دلوقتي على الميركاتو الصيفي علشان مجلس الاداره يحضر نفسه ويكون ليه بعض الطلبات او تدعيمات في اكتر من مركز للعيبه باسمها؟ لا باسمها لا، يعني معنى انه لا يصر على لعيب باسمه لا،
لكن لو طرح اسم كويس عنده قناعه بيه ايهاب جلال والجهاز الفني طرح اسم، لا ليه لا، لما يبقى فيه مطرح اسم كويس ولعيب كويس ويقدر يؤدي ويقدر ينسجم ومعروف مدى قدراته على انه يفيد الفرقه في الوقت ده، لا بالعكس يعني العمليه مش يعني مهم جدا ان يعني تلتقي بعض الاسماء تقدر تجيبي اثنين ثلاث لعيبه، مش عايزين نقول كم كبير، ما فيش حاجه اسمها كم كبير، لا احنا بنتكلم على بعض العناصر المنتقاه او اللي بنفكر فيها، لان برضو انت عندك عناصر ممكن تبقى موجوده وممكن تبقى مش موجوده. فالعمليه بتتفرض عليكي، وفي نفس الوقت لازم تحضري نفسك، واي جهاز فني من دلوقتي بيحضر نفسه او بيقول والله انا عندي مشكله في حته واحد اثنين ثلاثه، بالتالي لما بتدوري او النادي بيبحث او رئيس النادي بيبحث او اداره النادي بتبحث، على العناصر المطلوبه في الاماكن دي. صحيح. بس عشان الدنيا تمشي، لانه فرح انت لو تعلمي او الجمهور يعرف ان احنا التيم من السنه دي من السنه اللي فاتت للسنه دي اتغير فيه 8 لعيبه. يعني احنا كان عندنا طبعا مدبولي، كان عندنا الشامي، كان عندنا فراس شواط، كان عندنا باهر، كان عندنا عسقلاني، كان يعني مش يعني كان عندنا يا انور. يعني فبنتكلم على تيم بحاله مش صحيح. فكل الاسماعيلي يعني يحصل فيه كده طبعا مش بسرعه مع الوقت والناس كبرت معانا، لكن في الاخر بقى عندك شكل فرقه الحمد لله حتى لو ما بيكسبش بعض الماتشات لكن طبعا وده لا يقلل من قيمه اللعيبه المتواجده. بنتكلم على لعيبه جيده جدا متواجدين داخل النادي الاسماعيلي زي ما حضرتك قلت، وخبرات، متواجد دلوقتي احمد الشيخ، متواجد هشام محمد، اكتر من لاعب طبعا، وحسين السيد. يعني ده ان ياكد انه حضرتك بتتكلم فقط على الكيمياء او الكيمستري اللي بتحتاج اللعيبه. عندنا عمار رجع من اصابه، وعمار رجع صحيح بقوه في الحته الدفاعيه، عمار معاه سوقي معاه طبعا عبد الكريم لعيب لسه هو ثالث ماتش ليه او رابع لكن خطف الاضواء ولعيب كويس جدا. فبرضه لا في وفي واحد بقى في لعيبه لسه ما خدتش فرص كويسه جدا طبعا مع الوقت هتاخد، لكن في برضه نادر فرج لعيب بدا النهارده يبقى اساسي في الفرقه ولعيب كويس جدا وكده برضه من الناشئين طبعا يعني وإريك تراوري امبارح اللي يعني عمرو الساعي هدف تراوري كانت الناس كلها تتضايق لما بيشترك ويلعب وبعدين في الاخر الراجل ده خطف جول امبارح رائع لعيب مخضرم يعني صحيح صحيح. فلما بدا لياقته البدنيه تعلى هو علي، لان ايهاب عنده قناعه لانه ضرب اللعيب ده في المقاصه ثم ضربه في خده بيرم يعني عارفينه من لما وقت ما كان بيلعب في اسوان عارف امكانياته صحيح ومدير الفني بس هو بعد فتره والنادي دفع ثمنها بانه بدا يشركه ايهاب كتير عشان بس يسترد، لكن الولد وانس ان هو وصل للياقه البدنيه بتاعته لا هو عنده امكانيات كويسه صحيح. بدليل امبارح خاطف جول ده مخطوف يعني جول صحيح. ما اقدرش اقول فرصه طبعا لكن هي دي الجوان اللي بتتسرق يعني جول مسروق، فحاجه يعني الولد كويس حتى بدا يستجيب وبدا يلعب وبدا يدي بجهد كويس وبدا ايهاب يشركه لما لقاه بدا فاي حد بيشد حيله وكده على فكره ياخد فرصه، ولسه في ناس كتيره ما خدتش فرص أكيد. هتاخد عندنا لعيبه كويسه ويقدروا يأدوا، وخصوصا مع ايهاب انه نجح في انه ياخد من اللعيبه دي افضل ما عندها واللي جاي هيبقى احسن باذن الله. صحيح، ولسه منتظرين ولسه ان شاء الله عندنا امل ان احنا دايما نشوف النادي الاسماعيلي في مكانته الطبيعيه، ولما بقول هنا مكانه الطبيعيه علشان ده اللي يستحقه النادي الاسماعيلي يا كابتن علي، في مكانته ومجموعه اللعيبه ومكانه الفريق والبطولات والتاريخ، ودائما يستحق النادي الاسماعيلي يكون في مكانه تليق باسم النادي. شكرا جزيلا لحضرتك كابتن علي ابو جريشه اللي كان منورنا عبر الهاتف، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاسماعيلي. نرجع معاكم مره ثانيه لمباريات اليوم والمباراه الثالثه اللي هتكون الساعه 7 مساء والاخيره، هتجمع ما بين فريق بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، مواجهه قويه جدا ما بين فريقين عندهم سكواد قوي. بيراميدز حتى الان في صداره جدول الترتيب مع 44 نقطه في المركز الاول من 19 مباراه. اخر مباراه فاز على فريق مصري بورسعيدي بهدف دون رد سجله نجمه رمضان صبحي، وفي المقابل سيراميكا كليوباترا معاه 31 نقطه من 20 مباراه في المركز الثامن، واخر مباراه فاز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.
ثلاث مباريات اللي بكلم حضراتكم عليهم النهارده هم خارج كل التوقعات. هنتابع معاكم ونشوف عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس في استديوهات تحليليه خاصه ابتداء من الساعه 4 عصرا اول مباريات اليوم باذن الله، وطبعا الاستوديو التحليلي بيكون قبلها. بما ان احنا في مرحله مهمه من محاوله النزول، طبعا في مرحله هامه جدا 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 بالاعمار في المنتخبات، بالتحديد المنتخب الاول. المنتخب الاول بما ان الانديه قربت من فتره الميركاتو الصيفي اللي بكلمكم عليها، بدات ان هي تفكر في ضم نجوم من خارج مصر. هقول على اقتراح، الاقتراح ده مميز، لو بصينا عليه هيكون بيدينا فكره ايجابيه لحد ما. مسابقة دوري 2003، المسابقة الناجحة جدا، المنتظمة جدا. لو بصيت لمعظم القوام الأساسي للمسابقة دي مع نجوم دوري 2003، هتلاقي إنه معظمهم لعيبة من الفريق الأول لأنديتهم. في الأهلي الحارس محمود الزنفوري، في الزمالك في الدفاع أحمد رفاعي، في أمبي خالد عبد العال، عادل قطاوي، الاتنين شاركوا مع الفريق الأول وده شيء مميز جدا ورائع. كمان فريق الاتحاد السكندري لاعب الوسط مازن اشرف والمهاجم محمود سطوحي، حتى لو كان تواجده في الفريق الاول احتياطي. في وجود طبعا النجم الهداف جوما بولولو، لكن ده امر مبشر كمان زي ما حضراتكم بنشوف انه يكون في لاعب اساسي ولاعب احتياطي لسه ما خدش فرصته ولكن هياخد فرصته. كمان نشوف لاعب الموسم هو سمير محمد نجم النادي الاهلي، ومحمد وليد جناح نادي أنبي. الأسماء اللي بقول لكم عليها والأندية لو بصت شوية باهتمام على فريق 2003 وفريق 2005، المفترض إن دول مش ناشئين، أنت عديت مرحلة إن يتقال عليهم ناشئين، دول معدل أعمارهم تخطى العشرين سنة بس لسه ما خدوش الخبرات الكافية ولسه ما شاركوش أساسي مع أنديتهم، ولكن يقدروا يلعبوا في أي فريق أول مستريح. لو رجعت للماضي هتلاقي أن كتير من النجوم اللي نجحوا مع أنديتهم كانوا من قطاع الناشئين، زي الهداف كابتن الكبير طبعا القناص كابتن عماد متعب لاعب النادي الأهلي، كابتن جمال حمزة هداف نادي الزمالك، الاتنين من النجوم الكبار في جيلنا، عشنا معاهم تاريخ وحواديت ومتعة وأهداف يعني تدرس في الكرة المصرية. لاعب الوسط الدولي كابتن حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي ومنتخبنا المصري، وغيرهم زي شيكابالا وحسام عاشور كلهم حققوا بطولات مع فرقهم وهم كانوا في قطاع ناشئ النادي، أخدوا معاه النادي كده سلمة سلمة لحد ما وصلوا للقمة. لما بتكلم معاكم عن الأسماء دي بيكون هدفي إن أنا أسلط الضوء معاكم على جيل مواليد 2003. وارد ومش وارد، لازم لازم نشوف منهم أسماء تستحق، لأنه بالتأكيد في أسماء تستحق وأسماء مميزة، وبالتأكيد طالما مميزين أول ما هياخدوا الفرصة هيقدموا وهيكونوا شيء مشرف، وبيقدموا شيء مشرف في الكرة المصرية في الفترة اللي جاية. النهاردة إن شاء الله عندنا قرعة دورة الترقي المؤهلة للتأهل لدوري نايل، واللي هتجمع أربع أندية هي منتخب السويس، سبورتينج، الترسنة، بالإضافة لحرس الحدود. النادي اللي حل فيه المركز الثالث في دوري القسم الثاني ألف، هنلعب ست مباريات لكل فريق من دورين ذهاب وعودة. صاحب المركز الأول هيتأهل مباشرة لدوري نايل. شفتوا بقى الحدوتة هتمشي إزاي؟ اتكلمنا معاكم على المسابقة بدايتها كانت ماشية ازاي ودوري المحترفين ألف وب، وشفنا وصلنا لإيه حاليا، إنه التالت من دوري المحترفين ألف هيواجه المتبقي من الفرق أو التلت فرق اللي خرجوا من دوري المحترفين ب. هيلعبوا دورة رباعية اللي بكلم حضراتكم عليها، وقرعتها هتكون بتعلن عن الأيام القادمة إن شاء الله تفاصيلها هتكون عاملة ازاي. النهاردة القرعة ومواعيد انطلاق المباريات هتبدأ يوم 18 مايو، الجولة الأخيرة هتكون في 11 يونيو علشان
نعلن معاكم عن الفريق الثالث اللي تم تأهله أو اللي دخل مسابقة دوري نايل للموسم القادم. زي ما بقول لكم مسابقة صعبة جدا، تفاصيلها كانت صعبة، منافستها صعبة، كل الفرق بتنافس بقوة، ولكن بالتأكيد متبقي الإعلان عن الفريق الأخير اللي هينافس في دوري نايل، بعد طبعا فريق باتروجيت وغزل المحلة منتظرين الإعلان عن الاسم الثالث. مشاهدينا لسه عندنا تفاصيل كتير هنتكلم معاكم على آخر أخبارنا وأهم أخبارنا الرياضية في صباح أون تايم. فاصل قصير بنرجع لكم مرة تانية، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح أون تايم. نروح معاكم للدوري الإنجليزي المشتعل الأكثر إثارة في العالم واللي بنستمتع بمتابعته ورؤيته ونشوف الدوري ده هيوصل لفين. خلاص مانشستر سيتي اقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على توتنهام بنتيجة 2-0 امبارح على ملعب توتنهام في مواجهة مؤجلة من الجولة 34 للدوري. سجل ثنائية السيتي هالاند في الدقيقتين 51 والـ90 من ضربة جزاء، وكان يعني بيضع محبي ومشجعي أرسنال أمل في أنه يكون في سقوط للسيتي علشان يفوزوا بلقب الدوري، لكن كتيبة العبقري جوارديولا حسمت الأمور تماما وأضاع المهاجم الكوري سان انفراد صريح في الدقائق الأخيرة لتوتنهام في لقطة خلت جوارديولا يقع على الأرض في مشهد هو الأبرز في البطولة. شفنا يعني جوارديولا متجنن في اللقطة اللي بقول لحضراتكم عليها، واللي بتأكد على أي كان المدير الفني حجمه إيه ووضعه إيه ومكانته والبطولات اللي محققها مع الفريق في الوقت الصعب، هتلاقي ردة فعل وهي هي ما بتختلفش ولا كأنها أول بطولة هيحصل عليها، وده كان رد الفعل الطبيعي جدا لجوارديولا في كل هجمة وفي كل لقطة وفي كل لحظة كان ممكن ان هو يفقد فيها النقاط للمباراة دي. السيتي رصيده النقطة 88 بفارق نقطتين خلاص عن أرسنال صاحب المركز الثاني مع 86 نقطة، بكده أصبح متبقي مباراة وحيدة لكل فريق. مانشستر سيتي هيلعب مع وست هام في مانشستر والفوز خلاص هيكفي للتتويج ببطولة الدوري. في المقابل الجانرز الأرسنال هيلعب مع أفرتون في لندن ومحتاج إن هو يكسب. مقابل تعثر السيتي أمام وست هام هتكون مفاجأة، يعني نقول إن هي مستحيلة، الله أعلم، ممكن إن هي تحصل مع لعيبة المدرب جوارديولا، وكل الأمل طبعا لفريق أرسنال، ولكن كان موسم مميز جدا جدا وممتع ومثير للثنائي مانشستر سيتي وأرسنال، وكان طبعا معاهم ليفربول ولكن ودع المنافسة معاهم والاثنين تخطوا حاجز ال 85 نقطة. وارد إن الأرسنال يوصل لل 89 نقطة وما يكسبش الدوري، وده مش معناه إنه ما كانش مميز جدا للمدير الفني أو موسم مميز جدا مع المدير الفني الإسباني أرتيتا. إذن أسبوع واحد وخلاص هنشوف الخماسي أو خماسي الكبار في أوروبا بعد ما فاز الريال في إسبانيا وباير ليفركوزن في ألمانيا وإنتر ميلان في إيطاليا وباريس سان جيرمان في فرنسا، وكل موسم أوروبي وإنتم طيبين. تعالوا نروح معاكم لمباريات اليوم في الدوري الإنجليزي. الساعة 10:15 مساء برايتون هيكون على موعد مع مواجهة تشيلسي، أما الساعة 10 مساء مانشستر يونايتد هيواجه نيوكاسل. مباراة قوية ومنتظرة بإذن الله لتشيلسي أمام برايتون. تشيلسي بيبحث عن تأمين مقعد أوروبي، خاصة إن هو متساوي في عدد النقاط مع نيوكاسل ب 57 نقطة. وموريسيو المدير الفني لتشيلسي اتكلم عن المواجهة وضرورة الفوز علشان يشارك أو يكون في مشاركة أوروبية بالإضافة إلى بعض النقاط الخاصة بالفريق والطموحات الفترة اللي جاية. تعالوا نشوف مع حضراتكم المدير الفني قال إيه ونرجع لكم مرة تانية. المباراة الثانية هتجمع ما بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل، مباراة صعبة للفريقين. إريك تن هاج المدير الفني اليونايتد اتكلم عن المباراة وكمان عن رأيه في فكرة رحيل برونو هيرنانديز. تعالوا نشوف تن هاج قال إيه ونرجع مرة تانية. تحقيق ذلك أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني. الساعة 11 مساء ختافي هيكون على موعد في مواجهة أتلتيكو مدريد. أما عن أبرز مباريات اليوم في الدوري الفرنسي، الساعة 10 مساء نيس هيواجه باريس سان جيرمان.
لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان اتكلم خلال المؤتمر الصحفي ان المباراة لن ينتظر منها اي شيء غير الاستعداد من خلالها لنهائي كاس فرنسا، خصوصا ان الفريق حسم لقب الدوري. تعال نشوف لويس إنريكي قال ايه ونرجع تاني بعد ما تعرفنا معاكم على آخر أخبار طبعا الدوريات الأوروبية. تعالوا نروح لأهم أخبارنا في الدوري المحلي وفقرة On Fire News. نبتدي من أول أخبارنا والقلعة الحمراء. النادي الأهلي بتتوجه بعثة النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء إلى تونس لمواجهة الترجي والمقرر لها 10 مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 مايو الجاري بالقاهرة في 8 مساء. من المقرر أن يخوض الفريق ميران مساء اليوم ثم يتوجه بعدها إلى مطار القاهرة علشان يكون بيستقل طائرة خاصة للسفر إلى تونس، ويتدرب النادي الأهلي يومي الخميس والجمعة في تونس استعدادا للمباراة يوم السبت إن شاء الله. قال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بأنه سيقاتل في مباراتي الترجي بالنهائي الإفريقي من أجل تحقيق أول لقب إفريقي لي مع النادي الأهلي، وأكد إمام أنه بيقول هموت نفسي في مباراتي الترجي اللي جايين بنهائي دوري أبطال إفريقيا، هلعب بقتالية لأن نفسي أحقق حاجة زي دي، وفي كتير محقق البطولة مع النادي الأهلي ولكن هتكون أول بطولة ليا، هتكون مختلفة بالنسبة ليا بالتأكيد. أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي أنه واللاعبين طبعا عارفين كويس جدا مدى صعوبة النهائي أمام الترجي التونسي، خاصة مباراة الذهاب وسط جمهورهم. وقال الشناوي أن احنا جاهزين للنهائي ولما هنقابلهم طبعا أجواء صعبة هنعيشها، وجهزنا نفسنا وكل اللعيبة الصغيرين جهزوا نفسهم نفسيا واتكلمت معاهم وبينتظرنا في النهائي مباراة قوية جدا علشان نكون جاهزين بشكل كامل. كما بيقول حضرنا للنهائي من فترة ومعظم اللعيبة بالفريق خاضوا مباريات في رادس من قبل وعندهم خبرة في المباريات النهائية والحسمة، بنتمنى التوفيق في المباراة. تحدث التونسي علي معلول عن لقاء النهائي الإفريقي وقال لكل مقابلة أحكام، بالتأكيد التاريخ بينصف النادي الأهلي بالأرقام والمواجهات، ولكن مباريات النهائي لها ظروف خاصة ومن يؤدي فيها بشكل جيد هو من سيفوز، ومن يكون حاضرا وأفضل هو من سيفوز. كمان قال علي معلول لعيبة النادي الأهلي عندهم خبرات كبيرة في النهائيات وبنسعى أن احنا نحسم المباراة ونركز ونفوز بالنهائي. نروح معاكم لأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك، ونبتدي من عند أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق واللي اتفق مع مجلس الإدارة أنه يفتح باب المفاوضات مع اللاعب بعد انتهاء نهائي الكونفدرالية الإفريقية علشان يجددوا عقده مع النادي. واستقر مجلس الزمالك على أن تكون هناك جلسة مع اللاعب بعد البطولة للاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد. كما انكشف مصدر داخل نادي الزمالك أنه مجلس الإدارة عايز أنه يجدد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم جايين، خاصة وأن عقده مع النادي بينتهي بنهاية الموسم اللي جاي، وعايز مجلس الإدارة أنه يحسم التجديد الخاص باللاعب مبكرا خوفا من إغراءات أندية الخليج ليه في الفترة القادمة. وبيرى مجلس الزمالك أن زيزو هو أهم لاعب في الفريق واستمراره أمر مهم جدا لأنه هيوفر نوع من الاستقرار للفريق في المرحلة القادمة. وما شجع مجلس الإدارة أن هو طبعا يقدم على هذه الخطوة هو اتفاق بعض رجال الأعمال الزملكاوية على تحمل جزء كبير جدا من راتب اللاعب السنوي. ونروح لخبر تاني، حيث عقد أمس الاجتماع التنسيقي لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي والمقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. شهد الاجتماع تنسيق كافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، سواء فيما يخص ما قبل انطلاق اللقاء وما بعد صافرة نهاية اللقاء ومراسم التتويج. حضر الاجتماع من نادي الزمالك كل من أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، وشريف منير مدير العلاقات العامة، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة. أشاد مسؤول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الاجتماع بالمستوى المميز لفريق الزمالك في البطولة ووصوله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. مشاهدينا انتهت اخبارنا، هنكون مع حضراتكم بعد الفاصل، بنستقبل ضيفنا اللي منورنا النهارده الدكتور عبد اللطيف صبحي استاذ الاداره والتشريعات الرياضيه ورئيس نادي 6 اكتوبر. انتظرونا بعد الفاصل في صباح انصار.
عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم باقي فقراتنا. منورنا دلوقتي الدكتور عبد اللطيف صبحي، أستاذ الإدارة والتشريعات الرياضية ورئيس نادي 6 أكتوبر. أهلا بحضرتك دكتور، منورنا في صباح أون تايم. أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا إن أنا موجود معاكم النهاردة وفي أون تايم سبورت، وإن شاء الله نتمنى بقى نقدم حاجة كويسة بإذن الله. بإذن الله. طبعا عايزين نستغل وجود حضرتك معانا ونتكلم معاك على أهم جانب ظهر خلال الفترات اللي فاتت بالتأكيد في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو أندية الشركات. أندية الشركات بقى وجودها مهم جدا جدا جدا، وبالتأكيد يعني أضافت للدوري المصري وفي نفس الوقت أثرت على مدى قوة الأندية الجماهيرية، فالميكس ده عمل حالة مختلفة تماما في مسابقة الدوري. تعليق حضرتك إيه، وشفت دخول ومنافسة أندية الشركات بقوة خلال الفترات اللي فاتت عامل إزاي؟ وفي الحقيقة طبعا يعني موضوع مهم جدا، خصوصا أن قانون الرياضة المصري سمح بإنشاء أندية الشركات أو أندية القطاع الخاص، ودي ظهرت يعني جاليا اعتبارا من بعد عام، يعني هي كان ظهرت قبل كده بس بعد عام 2017 لما صدر قانون الرياضة المصري. وفي نفس الوقت طبعا ان في اهتمام كبير جدا من الدوله المصريه وخاصه الاستاذ الدكتور اشرف صبحي على الاهتمام بالقطاع الخاص والاستثمار في الرياضه. لكن الجزئيه اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي هو موضوع محتاج دراسه. يعني الموضوع محتاج دراسه، ليه ايجابياته وليه سلبياته. لما احنا بنتكلم عن انديه الشركات مهم جدا وجودها، ان طبعا كل الدوريات العالم كلها دلوقتي شغاله في اطار الانديه الشركات. صحيح. والاتحاد الدولي لكره القدم اصلا يعني قال عشان تخش دوري محترفين لازم الانديه دي تتحول لشركات، وحط ضوابط لانديه الشركات. لما تيجي تتكلم على الطبيعه المصريه فالموضوع محتاج هنا وقفه، ان انديه الشركات دخلت بكثافه في الدوري المصري على جميع مراحله، القسم الرابع، القسم الثالث، القسم الثاني، حتى القسم الاول الدوري الممتاز. لكن لما ظهرت انديه الشركات دي عملت رواج اقتصادي للدوري، ولكن الانديه الشعبيه اصبح ملاش دور. فانت النهارده عايز تعمل زي ما حضرتك قلت كده ميكس كده ما بين بالانس، ما بين ازاي الانديه الشعبيه دي هي كمان تتحول لانديه شركات عشان يبقى لها، يبقى بشعبيتها بقدرتها الاقتصاديه تبقى موجوده في الدوري، وازاي ان انديه الشركات مثلا ما عندهاش جمهور فهتاثر على القوه الاقتصاديه للدوري، ان مفيش جمهور مفيش تذاكر بيع. فبالتالي المعلن مش هيروح لك، المعلن عايز دايما ايه؟ الرعايه عايزه من ايه؟ الانديه الجماهيريه. فانت النهارده لازم يتحط ضوابط قانونيه تساعد الانديه الشعبيه على الاستثمار عشان القدره الاقتصاديه والقيمه السوقيه للدوري المصري يرتفع. يرتفع. انت مثلا عندك مثلا في الدوري الانجليزي تلاقي القسم الثاني جماهيره اكتر بكتير جدا من جميع دوريات الوطن العربي. القسم الثاني. صحيح. وكلها انديه شركات. فاحنا عايزين نعمل، يبقى احنا بننادي هنا بايه؟ بتعديل تشريعي يسمح للانديه الجماهيريه تتحول بسهوله لانديه شركات من غير معوقات، من غير معوقات تسمح بالكلام ده. وفي نفس الوقت ان طبعا يعني مش بنتوجه، احنا بنناشد وزاره الشباب والرياضه برئاسه طبعا او معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي الراجل المحترم الجميل، يعني انه التركيز كدوله على الانديه الشعبيه ومساعدتها ان هي تطلع. ان الانديه الشعبيه لو طلعت، يعني احنا فرحنا النهارده ان البلديه طلعت، فرحنا النهارده ان الترسانه ممكن تطلع. في انديه كبيره جدا ودي انديه عندها جماهير، فين الاولمبي؟ في انديه كتيره جدا، الانديه كلها بتهبط. كل الانديه دي لو ساعدناها تطلع هتلاقي القيمه السوقيه للدوري المصري بقت على اعلى مستوى. طيب لو اتكلمت مع حضرتك ايضا على القوانين الرياضيه، لما بتكلم على القانون الرياضي بقول سمعنا انه في تعديلات في القوانين الرياضيه، وبيكون عندنا امل ان احنا نقول كده علشان عايزين نشوف في تطور في المنظومه الرياضيه كلها ككل. هل نعشم نفسنا ولا نقول ده كلام؟ اولا احنا يعني احنا في طفره تشريعيه في مصر في الفتره السابقه دي بامانه في كل قطاعات وكل المجالات الموجوده بدءا من القياده السياسيه المصريه ومجلس النواب. قانون الرياضه المصري لما صدر في سنه 17، قانون 71 سنه 17، دخل كان في زي يقول فكر كده شويه في الاستثمار في الرياضه وفي المنازعات الرياضيه، وبدات فيه شويه نقول ايه، ان الرياضه المصريه بدات تتحط على الطريق السليم. وارتباط ده بالمساك الاولمبي. بس بعد ما القانون اتطبق فعلا حصلت عنده شويه يعني ايه ثغرات او مشاكل اثرت على الرياضه المصريه تاثير كبير جدا، اهمها التوازن ما بين وزاره الرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه. اي قانون هو اي قانون مخاطب بافراد، القانون ده مين اللي هياثر فيه او القانون ده مين اللي هيطبقه؟ فاحنا قانون الرياضه مين هيطبق؟ وزاره الرياضه، لجنه اولمبيه، انديه، اتحادات، مدربين،
حاجات كتير جدا. طول عمر الرياضه المصريه مظلومه في ايه؟ في عدم التوازن ده. من سنه 72 لما اتعمل قانون 72 التوازن ده لم يحقق في الرياضه المصريه. سنه 72 القانون بقى ادى هيمنه كبيره جدا للجنه الاولمبيه المصريه ووقع دور الدوله في اداره الرياضه. قانون 77 لسنه 75 بعد 3 سنين من 72 عمل العكس، ادى الهيمنه اول للدوله ممثله في الهيئه الحكوميه المسؤوله عن الرياضه ايا كانت مين، وزاره او مجلس قومي، ووقعت دور اللجنه الاولمبيه. قانون 71 سنه 17 ادى الهيمنه تاني لمين؟ للجنه الاولمبيه، ووقع دور وزاره الرياضه. فاصبح مفيش توازن، او هو في صراع قوه مين اللي هيدير الحركه الرياضيه المصريه. لكن من المفترض ان اللي يدير الحركه الرياضيه المصريه هو جناحي الجناحين اللي بيديروا الرياضه، الدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه، واللجنه الاولمبيه. الدوله ليها دور كبير جدا في اداره الحركه الرياضيه الاداريه والماليه، لازم ياخد دور قوي جدا. اما الحته الفنيه والحركه الاولمبيه والكلام ده كله للجنه الاولمبيه، فلازم يحصل التوازن ده في القانون عشان تستقيم سفينه الرياضه المصريه. صحيح. ايه ابرز المواد اللي محتاجه ان يتم تعديلها في قانون الرياضه؟ زي ما بدانا الحلقه، جانب الاستثمار. الاستثمار طبعا في قانون الرياضه الحالي من الماده 71 للماده 78 عمل استثمار لكن غير مفعل وغير مطبق بالطريقه السليمه اللي تؤدي لوجود استثمار. يعني مثلا هو سمح قانون الدوله المصريه ليها في قوانين الشركات 6 انواع من الشركات. قانون الرياضه ادى نوع واحد بس من الشركات، من شركات المساهمه. فطبعا شركات المساهمه شركات معقده قانونيا واجراءاتها، وان ممكن عدد كبير جدا من الشباب ما ينفعش يستثمر في الرياضه. فلازم يتفتح عدد معين من الشركات، زي الشركه الفرديه انا عايز اعمل مشروع لوحدي، زي مثلا شركه ذات التوصيه بالاسهم ذات المسؤوليه المحدوده. فلازم يتعدد انواع الشركات عشان تسمع. الانديه لازم تفرق بين حاجتين، بين القطاع الخاص والانديه. الانديه موجوده، طب عشان تحول النادي، لقطاع خاص الموضوع في غايه من الصعوبه. ليه؟ انت عندك جمعيات عموميه بالالاف. فعشان تقول النادي كله كده يبقى شركه مساهمه، ممكن اعضاء الجمعيه ما يوافقوش. ولو اتحولت لشركات مساهمه هيبقى مشاكلها كتير. فانت بالقانون لازم تفرق بين حاجتين، الانديه القائمه او الانديه الاهليه القائمه وتحويلها ومسار تحويلها التدريجي لشركات مساهمه، وبين القطاع الخاص اللي اي حد فينا عايز يستثمر. فدي نقطه. ثانيا، القانون خلى وزاره الرياضه تاخد رسوم كبيره جدا لانشاء الشركات او تاخد ترخيص المزاوله. المستثمر يعني مثلا شركات، في شركات كبيره جدا راس مالها ضخم جدا، فهتضطر عشان تديها نسبه تتحول لشركه رياضيه هتدفع ارقام كبيره، فهتتهرب مش هتقدر تدفع. فلازم الرسوم تبقى قليله شويه عشان تقدر المستثمرين الكبار يقدر يخش. ادي فيما يخص الاستثمار، فمحتاج تعديل كبير جدا عشان تشجع المستثمرين ان هم يخشوا. مشكله كبيره جدا بقى المحكمه الرياضيه. وشفنا ان المحكمه الدستوريه اصلا عملت بعدم دستوريه نص الماده 69 من القانون، والنهارده المحكمه الرياضيه معطله. ثانيا، كانت القانون الرياضه زي ما قلت لحضرتك ادى الهيمنه للجنه الاولمبيه المصريه، فخلى اللجنه الاولمبيه المصريه هي اللي تشكل المركز، وخلت اللجنه الاولمبيه المصريه هي تقود رئاسه المركز، وخلتها مهيمنه على مجلس اداره المركز. فاصبح هيئه رياضيه بتدير منظومه من المفترض ان هي هتختصم لو حد اختصم اللجنه الاولمبيه المصريه. طب ايه اصلا سبب ان المحكمه الدستوريه اصدرت يعني الحكم ده بعدم دستوريه التحكيم؟ النص الماده 69 طبعا المحكمه الدستوريه هي بتعمل المحكمه الدستوريه. ايه دور المحكمه الدستوريه؟ المحكمه الدستوريه هي الرقابه على دستوريه التشريعات والقوانين. يعني بتراقب القانون بيتحط، تيجي المحكمه الدستوريه بتشوف النص ده دستوري ولا غير دستوري. دستوري وغير دستوري، انت عندك دستور من نص الماده 1 لحد نص الماده 214 او ما ينتهي الدستور. دور المحكمه الدستوريه ان اي قانون يتطابق مع كل المواد دي. فهنا الدستور في مبدا عنده، مبدا تكافؤ الفرص، فلقى ان 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 نص الماده 69 لا تتناسب مع تكافؤ الفرص بين جميع الهيئات، وخلى ان رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه او مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه هو اللي بيضع اللائحه التنفيذيه للمركز. وهنا ما اتطبقتش العداله، ان طب ما الاتحادات هيئه والانديه هيئه واللجنه الاولمبيه هيئه، كلهم امام القانون سواء. ان انت تدي الهيمنه للجنه الاولمبيه هي اللي تضع اللوائح، فهنا اخليت بمبدا تكافؤ الفرص. صحيح. بالاضافه الى ان هناك مواد جوه اللائحه التنفيذيه، لمركز سيادة التحكيم مخالفة للدستور المصري في كثير من المواد، فبالتالي اتحكمت المادة بعدم دستورية وتم تعطيل. طب التعطيل ده بقى ضرر لمين؟ بقى ضرر لكل المنظومة الرياضية. لدرجة ان عدم وجود المركز ده ممكن يعرض الرياضة المصرية
لايقافات دوليه. ليه؟ ان انت هتضطر تلجا لمين؟ للقضاء العادي. طب اللجنه الاولمبيه الدوليه، الاتحاد الدوليه بتمنعك من اللجوء للقضاء العادي. فانت لازم هذا المركز يحل، يعني هذا يعني الموضوع ده يتحل بسرعه عشان افراد المنظومه الرياضيه يلجاوا للمركز ده عشان ما نتحركش نحو القضاء العادي. صحيح. طب ازاي نطور الاستثمار الرياضي بالقانون؟ زي ما قلت لحضرتك، رقم واحد لازم تفتح عدد كتير من الشركات. ما ينفعش الشركه مساهمه فقط، يعني لازم في عندنا في ست انواع من الشركات، وحاجه سابعه اللي هي ايه؟ الشركه الفرديه. يعني انا معايا فلوس عايز اعمل نادي، فلازم تفتح لي، لكن انت شرطت عليا انا لازم اعمل شركه مساهمه. يبقى لازم اكتر عدد تتيح الفرصه للشباب ان هم يعملوا باجراءات بسيطه برسوم بسيطه للكلام ده. تقلل شويه الرسوم اللي بتاخدها وزاره الرياضه في عمل الشركات، اللي بتاخد رسوم كبيره جدا. فبيبدا النهارده الشركات اللي اتعملت دي كلها الفتره اللي فاتت دي كلها، وعدد كبير على فكره، بس شوف كم شركه فاعله، كم شركه بتسدد الاجراءات اللي عليها، فعشان الرسوم كبيره فتقلل شويه، او تعملها نسب على حسب راس مال الشركه. فما ينفعش تقول 3% على كل او 1% على كل، لا، الشركه راس المال فوق ال 100 مليون، من 100 مليون ل 50 مليون وهكذا لحد 25000 جنيه تبدا تحط لها رسوم عشان الناس تقدر ان هي ايه، تقدر ان هي تكمل في الاستثمار. ثلاثه، لازم الهيئات الرياضيه النهارده، يعني انت مثلا عندك زي ما اتفقنا عندك انديه وعندك مؤسسات قطاع خاص، الانديه عايز تبقى شركه مساهمه، القانون اللي احنا شغالين بيه حاليا ده منع مجلس اداره الشركه، منع مجلس اداره الشركه يكون مجلس اداره النادي. طب يجي مثلا كابتن محمود الخطيب مثلا ومجلس ادارته عايز يعمل شركه في نادي الاهلي، يقول لك لا، اختار مجلس اداره بعيد عن مجلس ادارته. طب انا اللي بدير، طب انت قايل لي ده انت 51% من الشركه دي من فلوس الاعضاء، فلازم حد مننا يكون متواجد ويبص ويشوف. فمحتاج ان مجالس الادارات تشارك في وضع اهداف وسياسات هذا القطاع الكبير جدا. فلازم تبص على الكلام ده. فالفكر كتير جدا والمشاكل كتير جدا ممكن ان هي تتعالج بوضع اسس تشريعيه عادله تسمح بالاستثمار. صحيح. طيب لو فكرنا في المشكله الابرز المتواجده داخل الانديه، وهي فكره ان انا اجذب الرعاه، واني عندي مشاكل ماديه وبالتاكيد هحتاج اكبر عدد من الرعاه علشان يدعموا الالعاب الرياضيه داخل الانديه، ازاي الانديه تنجح ان هي تجذب اكبر عدد من الرعاه لدعم الالعاب الرياضيه داخل النادي؟ كلام جميل. احنا دلوقتي عايزين نصنف الانديه بقى. في انديه بتلعب مثلا في الدوري الممتاز وانديه جماهيريه، مثلا النادي الاهلي. النادي الاهلي مش محتاج يسوق شغله، ان النادي الاهلي شغله باين، يعني عنده فريق درجه اولى بيلعب في كاس عالم انديه وعنده كذا. انت عايز كل نادي لازم الاول يأول يدرس الواقع بتاعه ويشوف ويبص على نقاط القوه التسويقيه عنده في النادي. يعني مثلا نادي 6 اكتوبر مثلا، انا رئيس النادي، ايه مراكز القوه عندي؟ انا النادي في موقع متميز جدا، النادي اسوار وممكن تدخل، يعني عندي نقطه ان انا في منطقه كبيره جدا، اسوار النادي ممكن تعمل دخل كبير جدا للمكان، عندي 250 الف عضو في النادي، 250 ربع مليون، ربع قوه بشريه كبيره جدا، كل نقطه قويه جدا للاستثمار جوه النادي، عندي 20 لاعب، عندي ابطال عالم، عندي ابطال عرب، عندي ابطال افريقيا. كل نادي لازم يدرس الاول نقاط القوه اللي عنده، ايه الحاجات اللي يقدر يسوي، ويبدا ان هو يشكل. طبعا انا استاذ جامعه، فلازم العلم يتدخل، لازم المتخصصين هم اللي يخشوا. حتى انا راجل في الاخر خاصه مش بتاع تسويق، انا راجل استاذ تشريعات وقوانين. النهارده لما الانديه تشكل لجان متخصصه من اعضائها او من خارج اعضائها لابراز نقاط القوه في العمليه التسويقيه، فلتزم لجنه علميه للتسويق طبعاً. جوه الانديه الرياضيه لازم الانديه لجنه علميه لجنه علميه. النهارده معالي الوزير الاستاذ الدكتور اشرف صبحي عامل لجنه علميه كبيره جدا في وزاره الرياضه برئاسه استاذ الدكتور كمال درويش. صحيح. استاذ وعميد كليه التربيه الرياضيه واستاذ اجيال، خلى بقى رئيس لجنه علميه في وزاره الرياضه. واللجنه العلميه دي فيها مين؟ ما فيهاش تخصص واحد، فيها كل التخصصات، بتوع التدريب وبتوع الاداره وبتوع علم النفس وبتوع الصحه وبتوع كل حاجه للجانب ده، ازاي تطور الجانب العلمي. لذلك النهارده وزاره الرياضه المصريه تشوف نتائجها في فتره سابقه على الفتره الحاليه طايره في الجو. ليه؟ صحيح. ان الدكتور اشرف صبحي طبق العلم في ادارته. طبق العلم، فلو كل وزاره بتطبق العلم في ادارتها الموضوع مختلف، الموضوع مختلف تماما. فبالتالي انت عايز تنجح في التسويق لازم تطبق العلم، ولازم رؤساء الانديه يعرفوا ان هم مش هيفهموا في كل حاجه، لازم يفهموا ان في ناس متخصصه تساعدهم في الاخر، اي نجاح ينسب لرئيس النادي وادارته. فانت تجيب ناس متخصصه، روح لكليات التربيه الرياضيه ما عندهم برامج في التسويق والاستثمار الرياضي، ابدا خش. المانع لما اساتذه
لما مجالس الادارات تاخد مجالس الادارات، ودي اختياري طبعا، ياخد دورات تدريبيه في الاستثمار والتسويق والتشريعات الرياضيه، عشان لما يجي له النادي بتاعهم يعرفوا يدروه. اكيد ان انت بتنتخب انتخابات الجمعيه العموميه لا تفرز الافضل. مش لازم من اللي اختارته الجمعيه العموميه افضل ناس موجوده في النادي طبعا، ممكن ليها اعتبارات ثانيه، لكن اذا العلم هو اساس التطوير. صحيح، اساس التطوير. التطوير. ولذلك انت مثلا شوفي مثلا اول ايه نزل سيدنا محمد، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. يعني اول ايه نزلت على سيدنا محمد هو العلم. صحيح، اي تطوير في الدنيا يحدث بالعلم. بالتاكيد. دكتور، لسه حديثنا مستمر مع حضرتك، هتكلم معاك في اكثر من ملف بخصوص التشريعات وقوانين الرياضه المصريه، ولكن استاذنك واستاذن مشاهدينا فاصل قصير، نرجع لحضراتكم نستكمل فقرتنا مع الدكتور عبد اللطيف صبحي، استاذ الاداره والتشريعات الرياضيه ورئيس نادي 6 اكتوبر، بعد الفاصل في صباح اون تايم. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم فقرتنا مع الدكتور عبد اللطيف صبحي، استاذ الاداره والتشريعات الرياضيه ورئيس نادي 6 اكتوبر. عودة لحضرتك يا دكتور مرة تانية. قيمة الدوري المصري مهمة جدا، عايز اعرف من حضرتك ازاي نجعل من الدوري المصري قيمة استثمارية وعائد يفيد الاستثمار المصري ككل، مش فقط يعود على النادي. يعني النادي ممكن يكون بيعاني من انه لسه عايز يدخل موارد خاصة بيه وانه يسوق لنفسه، لا، ازاي تكون القيمة التسويقية للدوري المصري قوية وتقيلة تقدر ان هي تزود او تفيد الاستثمار المصري بشكل عام؟ طبعا والاجابة على السؤال ده محتاج حلقات نتكلم فيها، ان اكيد مش من دقيقة او دقيقتين هنعرف نرد على حاجة زي كده، ان الموضوع كبير، واكيد اكيد مصادر بحث كبيره جدا في وزاره الرياضه، في الاتحاد الكوره، في الاتحاد المصري لكره القدم، في اجهزه كتيره جدا ان هي عايزه الدوري المصري يطلع. انت شوف طبعا حضرتك شايفه اللي بيحصل في الدوري السعودي والدوريات كلها. يعني هنتكلم على دوري بدا معانا واحنا كنا سابقينه فترات كبيره جدا، النهارده القيمه السوقيه للدوري السعودي تكاد تكون من افضل 6-7 دوريات في العالم. هل ده فقط بسبب الصفقات ولا في امور يعني نقدر نقول ان هي اداريه اكتر وصلت الدوري السعودي للمنطقه؟ حسنتيها حضرتك. اداره. اداره. الموضوع كله اداره. الموضوع كله اللي بيقود الحركه، حركه هذا الملف يعني بيديرها. انت النهارده شوف السعوديه بتديرها ازاي، النهارده كل انظار العالم كله متجهه ناحيه الدوري السعودي، النهارده كلنا بنسمع ان محمد صلاح هيروح الدوري السعودي، رونالدو سبقه، لعيبه كبار جدا في كل دوريات العالم سبقت على الحته دي كلها. اكيد ان الدوري السعودي يعني عشان يدفع واحد 200 مليون و300 مليون دولار وكده في صفقه وهيخسر منها. اكيد في حركه، في منظومه اداريه متكامله بتدير ده. طيب ده ممكن يحصل عندنا، ممكن يحصل عندنا باضعافه، بفكر. الفكر الحركه كلها موضوع فكر. مين اللي بيدير هذا الفكر؟ مين اللي بيدير هذا الملف لانه يصنع من الدوري المصري دوري زي الدوري السعودي؟ طب حضرتك قلت كلمه، قلت يجيب الصفقة دي وهو عارف انه هيخسر منها، هل هو بالتأكيد هيخسر منها ولا هيقدر ان هو يرجع العائد ده وانه الصفقة دي ترجع بعائد قوي على النادي وعلى الدوري السعودي ككل في القيمة الخاصة؟ سؤال. الدوري السعودية عامة، المملكة العربية السعودية الدولة الشقيقة فيها كم مليون نسمة؟ 40 مليون 50 مليون. مصر فيها كم مليون نسمة؟ مصر بتعشق الرياضه والحركه الرياضيه. صحيح. الجمهور ده، الجمهور ده كتله كبيره جدا بشريه تقدر تصنع لك الامجاد وتصنع لك ان كل بس انت ازاي الجمهور ده كده، الجمهور ده كده نستفاد منه اقصى استفاده ممكنه، يدخل فلوس للدوري، اوجهه في الاتجاه ده، في الاتجاه ده. الجمهور الضخم، انا بقول لك، انا لما انا بكلمك اقول لك انا نادي عندي 250 الف عضو في النادي، فانا عارف ان انا عندي يعني كتله ضخمه جدا، ازاي استثمرها لعائد جوه النادي من غير ما اكلف عضو نادي جنيه. يعني ازاي اجيب دي اخلي الناس دي بس لو قدرت تخش النادي، الكافيتريات دي هتشتغل مثلا، اقدر البراندات تيجي النادي، فانا عمال ابص في حاجات تانية. فالنهارده احنا دوله فيها 100 وكذا مليون، فوق ال 110 مليون وداخلين على ال 120 مليون، والاقبال فقط على مباريات قبال الكره المصريه، النادي الاهلي ونادي الزمالك، وباعداد محدوده. حتى الاقبال زي ما حضرتك كنت بتقول في بدايه الحلقه مش على كل المباريات والمنظومة الكروية كلها، وان انا اروح واشجع واحب الكرة من اجل الكرة، لا، الموضوع حتى كمان ليه جانب خاص بانا بشجع النادي ده، فهو ده بس فين وفين او في مباراة مهمة اللي ممكن ان انا اروح لها. صحيح. اقول لك مثلا جمهور النادي الاهلي مثلا بيشيل علم
مش ده عليه لوجو النادي الاهلي؟ طب العلم ده ببلاش؟ احنا بناخده احنا في مصر ببلاش، لكن لو العلم ده بقى علامه تجاريه النادي الاهلي، بقى ليه قيمه سوقيه، المفروض العلم ده ان النادي الاهلي في الستور بتاعه يبيعه مثلا. اقول لك حاجات صغيره، يعني مثلا العلامه التجاريه مش اي حد يستخدمها مثلا. فهي الموضوع كله محتاج منظومه، الموضوع كله محتاج تضافر جهود، مش بس الاتحاد. الاتحاد لوحده ما عملش حاجه، اتحاد مع وزاره الدوله للرياضه مع المختصين مع المهتمين تقدر تعمل منظومه كبيره جدا لتطوير الدوري المصري. انا دايما مؤمن انت حضرتك بتقولي ايه؟ بيراميدز، فيوتشر، الانديه دي كلها قطاع خاص. طب الانديه دي معاه دلوقتي، بص على تجارب الانديه اللي كان زيه في السابق، يطلع ويقع. دجله فين؟ وقع صح؟ دجله ما عندوش جمهور. طيب فين مصر المقاصه مثلا؟ النهارده فيوتشر طلع، الله اعلم بكره هيبقى فيه ايه. لكن بصوا على الانديه الجماهيريه. عايز اتكلم مع حضرتك على الجانب الخاص بالانديه الجماهيريه، عشان حضرتك بتتكلم على طول الواحد بيفكر في الانديه الاوروبيه، ومش اكتر من يعني مش نادي واحد، اكتر من نادي. هندي مثال بسيط جدا، الكامب نو وبرشلونه. لما تيجي تروح علشان تزور استاد الكامب نو وتتفرج، اصبح استاد الكامب نو هو مزار طبعا، واستاد سانتياغو برنابيو هو مزار، انك تشوف وتتفرج على كل تاريخ فريق برشلونه ونادي برشلونه داخل التور دي اللي ممكن تعملها من الصبح او بالليل. طب لما تيجي تحضر ماتش، هتروح اول ما تدخل من باب الاستاد، وده اللي كان بيخلي حضرتك تقول انه العلب نفسه بيتم بيعه داخل الاستاد. فانت من اول ما بتدخل بتلاقي ستورز ستورز ستورز، وبتلاقي متجر لبيع الادوات الرياضيه وكل ما يخص الفريق داخل الاستاد. هل الحلم ده كان ممكن انه يتنفذ من اول ما نادي الاهلي ونادي الزمالك فكروا انه يكون عندهم استاد، لكن توقف الحلم عند هذه اللحظه؟ يعني حضرتك انت جاوبتي على الموضوع ثقافه. كان في فكره بس ما تنفذتش. ليه ما تنفذتش؟ عشان نرجع في اول الحلقه على الاستثمار في الرياضه. ما النهارده الاهلي هيعمل استاد وكابتن خطيب مش موجود مجلس اداره شركه مساهمه، مش هيخلي ناس غيره تدير، يعني هيخلي ناس غيره هو اللي يدير، فاهم الفكره؟ فانا هعمل ايه؟ اخلي يعني انا اتعب وابقى رئيس نادي الاهلي واجيب الملايين دي كلها للنادي الاهلي في الاخر، ان انا يعني مش انا اللي ادير. عشان كده الانديه بتحجم على انشاء شركات مساهمه. بس هي المشكله في ايه؟ ما انا عشان كده المشكله ان في الشركات المساهمه نوعين زي ما قلت في اول حلقه، نوع للانديه الاهليه زي الاهلي والزمالك والكلام ده كله، وتقريبا مفيش نادي في مصر عملها تقريبا، عشان القانون مش سامح بالكلام ده ومعقد الموضوع جدا. حتى دي اللحظه فعلا لسه ما تمش تنفيذها. يعني بس الاهلي خلاص، الاهلي كان شرع يعمل ثلاث شركات فعلا. والموضوع وقف. ليه؟ عشان هناك تعديل في قانون الرياضه هيسمح بقى ان مجلس اداره النادي الاهلي يخش في مجلس اداره شركه مساهمه. امتى متوقع يا دكتور؟ ما اقدرش اقول ان هي اجنده تشريعيه وفي اولويات تشريعيه في مجلس النواب، هم اللي بيعملوا الكلام. بس انا اتمنى يكون سريع جدا، ان الرياضه اصبحت حاجه مهمه متطورة. جدا للدوله. حاجه مهمه جدا، فيه اهتمام كبير جدا حتى من القياده السياسيه للرياضه المصريه. فنتمنى ان المسؤولين في مجلس النواب المصري ومجلس الوزراء بصفه ان هو بيحط مشروع القانون ان شاء الله يتم فيه انجاز. ارجع بقى الموضوع، خلي بالك ثقافه شعب. ثقافه شعب، الشعب الانجليزي بقى عنده ثقافه في الموضوع. احنا محتاجين دوركم انتم، محتاجين دوركم انتم في الاعلام، ان مع التنسيق مع وزاره الرياضه مع الاتحادات الرياضيه تعملوا تغيير ثقافه عشان نوصل للمستوى ان الموضوع مش ما ينفعش طول عمري بقول ايه ان العمل الجماعي هو اساس النجاح. لازم كل مؤسسات الدوله المهتمه بالرياضه تتضافر عشان تجعل من الدوري المصري ايقونه يبقى اكتر كمان من الدوري السعودي. في النهايه عايز اعرف من حضرتك المصاعب والمتاعب اللي بتواجهك في اداره نادي 6 اكتوبر، ما ان احنا بنتكلم على الانديه، اتكلمنا عن نادي الزمالك والاهلي اللي يعني بيحاولوا ان هم يطوروا المنظومه بتاعتهم، بالتاكيد في بعض الصعوبات. سريعا جدا تقولها لنا برضو اللي بتواجهك. يعني الحمد لله نادي 6 اكتوبر بفضل الله سبحانه وتعالى في طفره كبيره جدا، وطبعا بوجود مجلس اداره النادي بالكامل، النائب الرئيس وامين الصندوق وكل المجموعه والاعضاء مساعدانا جدا في الكلام ده. لكن طبعا هي المشاكل اللي بتقابلني هي مشاكل تشريعيه في القوانين. هقول لك برضو هضحكك قبل ما اختم الحلقه. انا مثلا بعمل حفله في النادي وبحاول اجيب سبونسر للحفله، لان انا شغال كله شغل اقتصادي، سبونسر الحفله. لقيت مثلا ايه، احنا على فكره احنا بنحترم جدا دفع الضرايب طبعا، احنا تأكيد. دوله ولازم الضرايب تدفع. في حاجه اسمها ضريبه الملاهي طبعا مثلا، انا دي من الحاجات اللي انا عايز انادي كرئيس نادي اغيرها. يعني في حاجه اسمها ضريبه الملاهي،
فضريبه المالية معروف على التذاكر، لو انا هبيع تذكره لغير عضو النادي من حق الدوله تاخد حقها ضريبه. فانا انا ما بعتش تذاكر، انا عملت الحفله لاعضاء النادي فقط لا غير. تمام. مثلا يعني. تمام. فانا كلفت الحفله مثلا 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 100000 جنيه مثلا، ماشي. جات لي ضريبه الملاهي داخله بقى يقول لك على كل عضو في النادي 20 جنيه. بقول يعني ايه كل عضو نادي 20 جنيه؟ فلقيت بدفع 100000 جنيه قدامها. يا جماعه انا بعمل ترفيه لاعضاء النادي، ترفيه لاعضاء النادي، ادفع 100000 جنيه عشان ترفيه لاعضاء النادي؟ فدي ده من ضمن الحاجات حتى اللي بيطبق ده بيطبقه يتم النظر ليها. لازم لازم عشان الانديه تفضل شغاله حفلات. ما انا لو هدفع 100000 و200000 في ضريبه ملاهي مش هعمل حفلات في النادي، والعضو صحيح. مش هيستفاد. صحيح. فبالتالي حاجات زي كده. فالموضوع كله بالنسبه لي هي تشريعات، هي تشريعات عشان اقدر اقوم النادي، ان في الاخر هو المسؤول وقدرته في الاداره ومدى تاثير القوى الناعمه والجانب الترفيهي بشكل عام في المجتمع ككل. طبعا خصوصا في الظروف الاقتصاديه اللي بتمر، احنا بنحاول كرؤساء انديه نرفع على اعضائنا، فما نجيش احنا نرفع على اعضائنا ونتكلف فلوس. صحيح. لكن احنا مع ان الدوله تاخد حقها، مفيش اي مانع طبعا. في اعاده نظر، في اعاده نظر. شكرا يا دكتور، نورتنا، كنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، وللاضافه وللمعلومات، ودايما بنسعد الحقيقه ان يكون عندنا قيمه كبيره في الرياضه المصريه، وقامات كبيره طبعا ان هم يستطيعوا يكون عندهم فكر وحلم للتطوير في الرياضه المصريه. اشكرك وليا الشرف على المقابله الجميله. شكرا جزيلا. مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا كما نورنا فيها الدكتور عبد اللطيف صبحي، استاذ الاداره والتشريعات الرياضيه ورئيس نادي السادس من اكتوبر. بكره ان شاء الله يتجدد لقائنا عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. اشوفكم غدا باذن الله وحلقه جديده من صباح اون تايم. يومكم خير وسعاده وفرح.